أعزائي سنشاهد في هذا المقطع القصير طائرا ذكيا ومن أذكى الطيور، إنه الغراب، أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق. وضع له قليل من الماء في هذا الوعاء، ووضع بجواره مجموعة من الحجارة، فما استطاع بمنقره الذي لم يصل إلى الماء أن يشرب من الماء، فماذا صنع؟ انظر معي إلى ذكى هذا الطائر، ماذا يصنع؟ فماذا تتعلم أيها المهندس من هذا المشهد ومن ذكاء الغراب؟ فلكل منا وجهة نظر، وبالنسبة لي فبرأيي أنه علمتني الجيولوجيا أن الكون له خالق اتصف بالجلال والكمال، ويتجلى عن كل النقائص والخلل، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونحن كمهندسين وجيولوجيين نحب أن نسمع كلمة جيولوجيا وهندسة، بل ونحس بأنها جزء منا عند سماعها أو قراءتها في أي مكان. ولكن هل أنت فعلا جيولوجيا ومهندسا ناجحا يصنع من نفسه مخزونا علميا يتيح له الإجابة على هذا التساؤل؟ لماذا أنت مهندسا جيولوجيا؟ أعتقد أن الجيولوجيا وهندسة النفط والغاز والهندسة البترولية والجيولوجيا بمختلف تخصصها ليست مجرد صخور ومعادن وأحافير وبترول وغاز وبحث وتنقيب عن الثروات الطبيعية إلى آخره، ولكن الجيولوجيا منظومة متكاملة من الفكر والفطنة والرأي والإدارة. ففي الفكر تعطي خيالا واسعا لما حولك، وتتيح لنفسك تصور ما حولك من طبيعة، وفي الفطنة انتباهك لظواهر وأشياء قد تكون غائبة عن كثير من المهندسين والجيولوجيين وعامة الناس. وفي الرأي قد تحدث أمرا يكون له شأن في أعقاب التاريخ. وفي الإدارة قوة وهمة وعزيمة على تخطي كل الصعاب للوصول لروضة العلم وكسر شوكة الكسل. فكونك مهندسا جيولوجيا ملما بهذه الصفات، تأكد بأنك سوف تتميز عن غيرك ممن هم وطنوا أنفسهم على ساحة الكسل وثبوط الهمة. وشكرا جزيلا.